متابعين احنا وياكم وضيوفنا لليله جاد شويري، فيفيان انطونيوس، نادين نجيم ومنير حافي. من جديد انا بحييكم برحب فيكم بانت وحظك، وانتم وحظكم الليله اذا بيربح حدا على وشكم سياره ان شاء الله. 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 بهالفقره راح اروح انا وياكم على هالاغراض اللي كل حدا منكم جاب غرض معه، وراح نقي غرض واحد وانتو لازم تقنعوا المشاهدين انه هيدا الغرض، كل واحد منكم يقنعهم انه هيدا الغرض لإله. اوكي؟ نحن وياكم بنروح على فقرة حظك بغشك. هالغراض اللي موجودين حدي هن في الكتاب، هالكتاب او بنبلش بالفنجان، الفنجان جابته مع منيرة. يا وسيمة. في عنا سكربيني الزهر، والله كتير ستايلش هالسكربيني. في عنا البرنيطة القش، وعنا الكتاب. إذا هول هني الأربع أغراض، كل حدا من ضيوفنا جاب معه غرض، والغرض يلي رح ننقيه وبدكم تقنعوا المشاهدين فيه هو سكربيني الزهر. اوكي؟ رح بلش من عندك جاد. انا بدك... معروف بعمل كليبات. بس لحظة لحظة، خليني اسأل السؤال ونحط الاحتمالات كرمال الناس يعرفوا يجاوبوا، والسؤال هو لمين هسكربيني؟ واحد منير حافي، اثنين فيفيان انطونيوس، ثلاثة نادين جيم، أربعة جاد شويري. جاد انا كنت عم بقول لك كثير محمس احكي، كنت انا بعمل كليبات واغلب الفنانين اللي عملت لهم كانوا فنانات، بقى عندي كثير بخزانات سكربينات جميع الاحجام جميع الالوان، وحبيت اجيب هيدي الروز يلي طالعه معي بكليب من هالكليبات. ما حقلكم مين اللي عم تتاكدوا على اساس انه الفنانات ما معهم يشتروا مصاري سكربين. مين قال؟ مين قال؟ فانت بتجيبها. لا بس بنخليها نحن سوفينير منها مش هالحكي. مين بأي كليب؟ بس مقنع الزواج. لا مقنع اكيد. بأي كليب كانت هيدا؟ كان كليب كان ضروري توقعنا يعني هالوقعه، كان بكليب. لا ما هيديك لبستها الحمراء، هي الزهر بأي واحد؟ هيدا كليب لنيكول سابا. كان نيكول سابا. فيفيان هلا سكربيني لإلي لأنه أنا بحب الزهر كثير، وحبيت جيب شيء أوريجينال، ولأنه أنا كمان ممثلة فبكل مسلسل لازم نغير سكربينات، يعني بدنا بيوجيه للسكربينات، جبتها هي لأنه هيك لونها حلو بتفائل فيها، وأنا كثير بحب غير شوز. بس هي بتعرفي من كعبها مبين انه كعبها واطي شوي، بفتكر يمكن نادين. طب ما هلا انت اللي فضحت الموضوع. لا مضبوط، هي سكربينه لانه انا جتني كادو، اذا بتشوفوا انه مش ملبوسه، مش من هوايات كثير انه البس سكربينه من لون الزهر. بس اجت كادو لانه شخص على عزيز على قلبي، فقررت كيف برمتها برمتها هيدا ذوقك بنعرف كيف بتلبسها، ليش عم بتطلع؟ ايه ما بتشوفني غير بالروز 100%. منير بقى خليتها لانه منير حافي اكيد مش له سكربين. بس بدي اقنع. شو يا منير؟ فيفيان بدها تضيع، ما خص الحافي بالسكربينه بصراحه. اوكي حافي في يلبس، بس هيدي السكربينه انا جبتها. ليه؟ لانه حبيت جيب شيء اوريجينال. نعم. ومميز، وحبيت اعمل لها لكارين مفاجاه على الهواء، الا انه هيدي الهديه لإلك بعد رمضان او خلال رمضان المبارك وعيد الفطر. ما معودين عليك، ما معودين على منير. ما كثير فهمت على القصه. ما معودين على منير يكذب على الجمهور ولا يخدع يعني كريم. هلا بفهم منك منير انه هيدي، بس ان شاء الله جوزي ما يسمع يجيب لي شي سكربيني يعني عشان يناسب. والمفاجاه على الهواء مباشره. ايه بس منير هلا وحظك يعني حظك بهديه هيك. هلا هيدي السكربيني بفهم منك اشتريتها اليوم وجايبها كرمال تكون هديه لمرتك لتطلع على البرنامج، صح؟ كيف فينا نصدقك مثلا؟ مقنع. انا ما بكذب، يا بتصدقني يا بتصدق فيفيان. كثير عم بستغرب. قلت لكم ما كنت متوقعتها منه. ما كنت متوقعتها ابدا. بس حلوه جاست انه ما لا برمل راسي فيها، فيها رومانسيه على الهواء لمرته. ايه لمرته. ما بعرف ما بعرف.
لمين بدي؟ لكن مشاهدينا السؤال لمين هي سكربيني؟ هل هي واحد اسمرتك اجرى اصغر لمونير حافي، اثنين لفيفيان انطونيوس، ثلاثه نادين نجيم، او اربعه جد شويري؟ ركزوا كثير منيح الاحتمالات الاربعه اللي اعطيكم اياهم ضيوفنا. جاد بيقول انه بيستعملها بالكليبات، فيفيان بتقول انه بتستعملها بالمسلسلات، مش مقنعين كثير. نادين قالت انه هي اجتها كادو للسكربيني وكعبه واطي كرمال هي ما يكون مطلوب طويل، مشان هيك احيى عندكم بعد جديد طقتها مش لبستها. ومنير بيقول انه اشتريها اليوم وهيدي هديه لمرته، حب انه يفاجئها فيها على الهواء. مين هو او لمين هسكربيني؟ شو هو الجواب الصحيح؟ معقول شاريها منير وجايبها وهديتها اياها على الهواء؟ يعني هي ما فات براسي، انا قلت انا بدك تقنعنا بشيء ما بيفهم. لا بالعكس، انا صريح، ما يعني عم بحكي بصراحه مشان ما اكون كذاب على المشاهدين ولا عليك ولا على الجمهور. انا فكرتك جايبها معك من البيت. لا لا، هي من البيت، بس اشتريتها من البيت، من السوق للبيت لهون، من السوق للبيت لهون. لكن مبروك كارين سكربيني على الهواء. حلو برنامج جديد سكربيني على الهواء. وسام لازم نوجه لها تحيه لكارين، لازم نمسيها لكريم، طبعاً رمضان كريم، والله يخليكم لبعضكم فوق راس عيلتكم. ثانك يو فيري ماتش. لكن 852 شخص اقتنعوا منك بالخبريه. قد ايه؟ شكلهم بيعملوا مثلك، بيشتروا سكربينات وبيجوا. 852 852 شخص هن يلي جاوبوا صح على هذا السؤال. الكتاب جاد، انت جبت الكتاب معك؟ مزبوط. شو قصته هالكتاب؟ انا كنت مفكر انه هيك منضيعهم بيفكروا الكتاب سياسه، يفكروا الكتاب لمونير. هيدا كتاب بيحكي عن الشرق والغرب، الصدام يلي عم بيصير بالقصص السياسيه، مع انه الكتاب مكتوب قبل الربيع العربي، لكن بيحكي عن اول محاولات لحط الديمقراطيه بالبلاد العربيه، كاتبه انطوان سفير يعني، و فيه كثير ابعاد ذكيه يعني. نعم. هلا عم تطبق يعني. كتاب هلا عم برجع اقريه ساعه جبته. فيفيان، شو قصتك مع القهوه وفنجين القهوه؟ ولا طلبتوا مني انه اجيب شيء بحياتي موجود دائما، عندي مشكله بصر. انا بطب الفنجان كل يوم. انا بصير عن جد بتبصر؟ ايه بصير بالفنجان. هلا اشرب قهوه لقلك امتى بتتجوز. اوكي. انا من الاشخاص اللي كثير بيشربوا فنجين قهوه، يعني بحب يكون عندي كثير بالبيت فنجين قهوه. يمكن عقده نفسيه، يمكن انا وصغيره ما كنا نشرب القهوه بالصحن، يمكن بالصحن، فمشان هيك ما كان عندي فنجان قهوه. بس كبرت صرت حلمي اشتري فنجان قهوه. عامله كولكشن، كل يوم بشرب ركوه قهوه لحالي، ممنوع حدا يشاركني فيها. وعندي طلب وحيد انه لازم اشرب قهوتي كل يوم بفنجان شكل، لو حقه دولار بس يكون عم بشهيني اكثر هالبرودوي اللي انا بحبه كثير. بسم الله عليك، مصروفك وجوزي بضل يقول لي لازم تخفف الكافيين. مصروفك 365 دولار بالسنه فنجين. ايه بحب الفنجين. هلا اذا حدا من المشاهدين عم بشوفنا روح علينا نديم، في بعت لي دزينه فنجين قهوه. شكرا فيفيان. شابو، شو قصتها؟ لا خبر. شابو، كان في عرس رفيقتي عبير، هن رفقات اثنين يعني كانوا عم يتجوزوا، عبير وكانوا عاملين عرسهم بالمكسيك. بقى عبير من الاشخاص اللي بتحب كل شيء مزبوط وعلى القد، بتكون منظمه على اخر يعني على اخر دقيقه او اخر تفصيل. وكانت عامله هي العرس دقائق زاد منها لحالها وكل شيء ماشي تمام، لثانيه بنوصل على المكسيك ما عاد في شيء مش صح. الطياره كلها تاخرت، كل المدعوين وصلوا يعني قبل يمكن كم ساعه على العرس، المحل ما كان جاهز، الدنيا يعني شو بدي اقول لك، يعني كانت كارثه من الكوارث. فانا شو قررت؟ انا قلت يعني خفف لها من هالاضطراب اللي حسيت فيه. قلت لها تعي يا بنت، نروح انا وياك نقعد بس شي ساعه على البحر، نرتاح نروق راسنا، خدي ونروح بس هيك تنغير جو. منروح هونيك بنلتقى بفرقه موسيقيه كثير كبيره، يعني هن عم يعملوا كانوا شو على البحر هونيك بكانكون بمكسيكو، وغيرت لها جو. ما كان في نص ساعه وصلت على عبير يعني اجر لقدام اجر لورا على العرس، وعلى نكزه ما كانت راح توصل. فبفتكر جوزها يعني كانوا حضر لي فرمان طويل عريض لو اخرت بعد شوي. فمشان هيك جبتي هذه الشابو معك. طيب لها قصة حلوة يعني.
852 شخص. هلا في شخص واحد منكم رح يبقى لا يربح السياره، يربح $1000 كاش لتقدمه اي بي ال و1000 دولار مجوهرات من عند انطوان صليبا. لازم تركزوا كثير منيح لانه السؤال هلا على السياره. والسؤال هو قد ايه هو وزن السياره اذا ضفنا عليها ريم تقعد محل الشوفير؟ وبدي اطلب من بلال، سام، بهاء، كفاح ونورهان بأي طريقة شوفوا كيف تكون تزبطوا قعدتكم بقلب السيارة. لكن شو هو وزن السيارة إذا طلعت ريم قعدت بالسيارة محل الشوفير وبلال، سام، بهاء، كفاح ونورهان كلهم طلعوا بالسيارة؟ كلهم بالسيارة. والله شفتي سيارة صغيرة شيفروليه سبارك بس مفعولة كبير، ساعة، ست أشخاص. شفتي؟ مش كل شيء بالأحجام. أبداً. لكن مشاهدينا 852 شخص عم تلعبوا على السيارة، كم هو وزن السيارة إذا ضفنا لأنهم ريم، بلال، سام، بهاء، كفاح ونورهان بالإضافة إلى وزن السيارة؟ لازم تبعتوا الرقم بالكيلوغرام، بالكيلوغرام لازم تبعتوا قد ايه بتتوقعوا هو وزن السيارة. شو منير عم تعدهم؟ عم جرب عد قد ايه بيطلعوا معك؟ عم بحسبهم، ما انتبهت لأحجامهم للشباب. امبارح تقريبا قربت، كنت عم بحضرك. ايه؟ تقريبا قربت. شوف قد ايه هلا انت بعدك متابع باللعبة؟ بعدك متابع بالاسئله؟ عم تبعت؟ لا ما بعتت بصراحه. ما بعتت. يمكن نادين عم تبعت. لا انا بس عم بحسب قد ايه الوزن اللي حاطط الكالكوليتر. نعم قد ايه الوزن اللي توقعتي؟ مش هلا مش عم تبعتي؟ بلا بس مش بدك نقول الجواب هلا. وزن السيارة بيسمع يقول معك الجواب يعني 723.9 كيلو. هيك حطيتي؟ 723؟ 723. 723 حطيتي؟ بعتيها؟ مش بدي اعمل 723. بعتيها بعتيها خليك تخسري اس ام اس. بعتيها بعت 723. عن جد بعتي 723 ولك سيارة وست أشخاص بقلبها 723. ست أشخاص نادين يعني عن جد اللي بجرب بغير خلص خلص حظك. هذا هو حظك خلص أبدا. هذا هو غير عدته. شفتي إنه في حظ. منير قد ايه بتتوقع الوزن؟ شي 1190. 1190 قد ايه بتتوقع جد؟ شي 1400 1500 1500 1200 1200 دبعت غير مسج. انتوا بهيدا خلص خسرتي. منير بما انه كنا بالاول حكينا عن موضوع المغنى وكان على بالنا نغني شي، هلا شو على بالك؟ هلا غنينا عندك بالمحل ما بكفي؟ بالتيبل 7 خي ساعة اللي بدنا بنغني. نوقف كل شي ومنغني. شو بدك تغني؟ بوجود جاد انا بغني معقول؟ لا بالعكس بدنا نسمع كلك. ونادين بدها تغني وفيفيان انا سامع عم تغني على فكره. شفت عم يزمط من المشروع بس نادين. نادين سمعتها قبل شوي عم تغني صوتها حلو. طيب يلا شو بدنا نغني كلنا سوا؟ شو عبالكم نغني؟ نحن عم نمزح. شو نحن مختلفين؟ قرروا كل واحد يغني غني هيك مثلا. طيب تبلش انت ام بلش انا؟ لا تفضل غني شيء بالاجنبي. شو بدك تغني بالاجنبي؟ شو بدك قولي لنا؟ بتشاركك نادين. انت ونادين وانا وسام. برونو مارس بتعرفي؟ برونو مارس. ايه برونو مارس بس اي غنيه؟ اي غنيه؟ يونغ جيرلز او لوكت اوت اوف هيفن. يلا اوكي بعطيك انا طبقة. بلش بفوت مع ايه طبقة. لحظة لدوزي بهديك. يلا. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for so long, oh so long, you make me feel like. كمل كمل. بدي اغني. عم غني على الهواء. طيب. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. طب شو رأيك نغني عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد يا ولد وحاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك البلد بتحب لكريم بتحب 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 لكن
السؤال يلي كان شو هو وزن السيارة مع هالست أشخاص اللي موجودين، صار عندنا جواب. الأقرب على الجواب الصحيح هو اللي بعت قدي الوزن 1340 كيلوغرام، هو أقرب شيء على الوزن الصحيح، وهن شخصين جاوبوا على هذا السؤال وقالوا 1340 كيلوغرام، وهن الأقرب على الأقرب على الجواب الصحيح. لذلك هالشخصين اللي هني رح تلعبوا على سؤال إضافي، وهالسؤال هو من بعد نحن وياك وما نشوف هالصورة، ما هو عدد مقاعد الملعب الموجود بالصورة؟ قد ايه بتتوقعوا يكون عدد مقاعد الملعب الموجود في الصورة؟ ما بقى فينا نجاوب. ايه لا خلص خسرتي. ايه خسرتي، لكن هالشخصين بس اللي جاوبوا هالوزن اللي هو 1300 وقد ايه كان؟ 1340 1340 كيلوغرام، قد ايه بتتوقعوا يكون عدد مقاعد الملعب الموجود بالصورة؟ ملعب كبير شي مليون. لا لا ما بيوصل 30,000. لا اكثر من 30,000 انا بظن، اكثر من 30,000 يعني، في ملاعب بتوصل بتساعد 60,000 و70,000 بس على القاعد. ايه بيكون فيهم 60,000 و70,000 كرسي، الكرسي مش عم بيقول عدد لانه في ناس بيكونوا فايتين بيوقفوا. ايه 60,000 و70,000 كرسي في قد التيبل 7 قد التيبل 7 على هيك نحن اكثر بساعد اكثر انا. هو البيت الضيق بساعة زي قلك زي قلك. فهالشخصين لازم يبعتوا شو هو عدد المقاعد الموجودة بال بهالملعب اللي شفناه بالصورة. بدي أخذ منكم أمنية للمشاهدين، كل شخص هيك بإيجاز تكون حصلنا على جواب. جاد شو أمنيتك بهالشهر الكريم؟ أنا بتصور الأمنية اللي كلنا عم نعيدها عن العالم العربي، وإنه نوصل لحلول سياسية، بس أهم شيء إنه يوقف الموت. يعني بتصور هذا أكتر أمنية لازم تصير بطريقة سريعة، يوقف الموت بأي بلد اللي كان، إن كان بالمظاهرات بمصر، إن كان باللي عم يصير بسوريا، وإن كان بأي قصص بالغلط عم تصير مثل قصة هولا اللي حكيناها اليوم. صحيح. الموت لازم يوقف. صح. فيفيان، أنا بقول لكل المشاهدين رمضان كريم، وبتمنى من كل قلبي انه الانسان يعيش انسانيته، لانه ببعض الاشياء اللي عم نشوفها على الفضائيات والحروب بالوطن الحبيب بسوريا، عم لاقي انه الانسان عم بقرب ليكون مش انسان. بتمنى نرجع لانسانيتنا ولضميرنا ولربنا، ونوقف بقى عنف، لانه بالنهايه الحياه قصيره، وخلونا نعيشها بسلام، هي اهم شيء. هي مثل ما قلتها باول حلقه، بكل شيء بالحياة عنا فرصة تانية إلا بالحياة، منعيشها مرة، يا منعيشها يا ما منعيشها. صح، يا ما منعيشها. نادين، أنا أكيد بدي عايد الكل بهالشهر الفضيل رمضان كريم، وأنا أمنيتي أنه بس نرجع نركز على أولوياتنا بالحياة. شو هي أولوياتنا؟ ركز على عائلتنا، على شغلنا، علاقتنا بيننا وبين الله وبين الناس، وكيف بدنا نقويها، وكيف بدنا نكون عايشين مبسوطين. صحيح. وكل بس يوصل نهار الانتخابات، بس يوصل نهار الانتخابات نرجع نتذكر مزبوط شو هي اولوياتنا 100%. صحيح. منير، انا اكيد بتمنى شهر كريم علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين، ينعاد رمضان بخير وبافضل من هالظروف، بس امنيتي حقيقه انها تتالف الحكومه وترجع الكهرباء وكل المؤسسات اللي هلا مجمده ترجع تتحرك ان شاء الله. وامنيته تعجب سكربيني مرته. هذه الامنيه الاساسيه. هلا بالبيت بشوف. لكن ما هو عدد المقاعد يلي موجوده بهالملعب؟ مثل ما شفناه بالصوره هو 106,572 مقعد، اذا 106,572 مقعد. وفي عندنا شخص هو يلي كان اقرب لهالجواب. الو مساء الخير. الو بونسوار. بونسوار. بونسوار وسام. مين معي؟ معك جيهان شلهوب. جيهان؟ وي شلهوب، اهلا وسهلا فيكي جيهان، من وين عم تحكينا يا جيهان؟ من كل الفيل. اول شيء جيهان بدي اقول لك الف مبروك ال1000 دولار كاش و1000 دولار مجوهرات، الف مبروك لك من اي بي ال. ميرسي كثير، ميرسي. و انطوان صليبا. جيهان لحالك بالبيت؟ لا مع العائلة وكلهم مبسوطين حدي. كلهم مبسوطين حدك وناطرين السيارة. ليكي يا جيهان، امبارح ميشيل زعجتني لأنه اعطيتها 5 ثواني وفرقت معها على رقم، يعني قالت لي 1195.5، قلت لها أكبر
قالت لي 1195 وربع وثلاث ارباع، هي 1195.6 كانت على رقم واحد. كانت السياره اليوم عم تجذر فيها، ما بدي اياك يصير فيكي بنفس الشيء. ان شاء الله يكون وجهك خير علي ان شاء الله. واليوم بما انه انا وعدت امبارح، اليوم مش بس عندك 20 ثانية، عندك 30 ثانية. جريت. اوكي؟ جاهزة يا جيهان؟ يس. اوكي. بدي اياكي اذا بدي اياكي تنتبهي على شغلة، انه بمطرح اذا قلتي لي مثلا 1200 كيلو قلت لك اكبر، قلتي لي 1200 كيلو قلت لك اصغر، يعني لازم يكون 1200.5، 1200.6، 7.2، انتبهي، اوكي؟ جيل، اوكي. أنا خليني أوقف لأنه اليوم بدل ربح السيارة. أوكي جيهان؟ تفائلي. أوكي. مثل ما بيقولوا تفائل بالخير تجدونه. إن شاء الله. جيهان أنا معك وبدنا نربح السيارة. أوكي. بدي إياك تركزي على العملية الحسابية، أنت الوزن اللي قلتيه 1340، بدي أطلب من كل اللي موجودين بالسيارة الشباب ينزلوا، بس تبقى بالسيارة ريم. تنزلوا شباب من السيارة كلكم. ركزي على العملية الحسابية. جيهان المطلوب كمان انك تخصمي الاربع دواليب تبع السيارة، شلناهم من السيارة هالاربع دواليب. بدك تشوفي قد ايه الوزن. عندك 30 ثانية. جاهزة؟ جاهزة. يلا جيهان. 950. اكبر. اصغر. 940. اصغر. 920. اصغر. 910. اكبر. 915. اكبر. 916. اكبر. 917. اكبر. 918. اصغر. 917.5. اكبر. 917.6. ايه برافو. مبروك يا جيهان. الف مبروك عليك يا جيهان. سيارة الشيفروليت فاز. يا جيهان ألف مبروك. جيهان 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 بعدك معي؟ جيهان جيهان شو بدك؟ وين 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 أول مشوار بالسيارة أنا وياكي؟ أوكي؟ ألف مبروك لك يا جيهان. هالسيارة سيارة الشيفروليه، وألف مبروك لك الألف دولار كاش، ألف دولار مجوهرات. إن شاء الله بينعاد عليكم بكل خير وبكل بركة. شكرا لكل المشاهدين يلي عم يتابعونا. مثل ما الام تي في وعدتكم إنه السنة رمضان كريم علينا وعليكم، هي كريمة عليكم. وهيدي تاني سيارة بظرف أربع أيام بتنربح. أول ليلة كان عندنا سيارة، واليوم جيهان كمان ربحت هيدي السيارة يلي هي شيفروليه سبارك. ألف مبروك لإلك. ضيوفنا جاد شويري، فيفيان أنطونيوس، نادين نجيم ومنير حافي، شرفتونا بوجودكم وعلى وجهكم اليوم. جيهان ربحت هالسيارة. أنا بوعدكم بحلقة جديدة كمان رح تكون شيقة بكرة بنفس الوقت عبر الام تي في. تصبحوا على ألف خير.